رجعنا معكم مشاهدينا من بعد البريك بفقرة ستايل سبارك، وضيفتي بهذه الفقرة هي لايف ستايل بلوجر ونيوتريشن ستودنت غينوا سايم. أهلا وسهلا فيك يا غينوا. اليوم موضوع هذه الفقرة هو لايف ستايل تيبس للاعتناء بالبشرة من خلال خبرتها لغينوا، يمكن بالبلوجينج أو حتى بالنيوتريشن. أهلا وسهلا فيك يا غينوا. مرسي. اليوم قبل ما نفوت بموضوع الفقرة بدي شوي تخبرينا أكثر عن حالك. كيف بلشت البلوج الخاص فيك وشو بتعملي بالحياة؟ أوكي. أنا عم بعمل نيوتريشن بالأوزاك، هيدا آخر سنة. وبلشت البلوج تبعي من سنة تقريبا. هو بيسكلي البلوج بلش، سميته سينمون أند دايزيز لأنه ما كنت عارفة كتير شو التارجت اللي بدي إياه، إذا فاشن أو لايف ستايل أو بيوتي، واندمجوا كلهم مع بعض. يعني مجبوط مثل أي بلوجر ببلش، يعني ما بتكون كتير عارفة بأي اتجاه بدك تروحي. صح 100%. ما كنت كتير مؤكدة، وكمان ما كنت اندر كوفر اول شيء، ما كنت حاطه اسمي، فمن هيك اليوزر نيم شوي مش معروف. عرفتي سينمون اند دايزيز. وتقريبا له سنه، ومع الوقت صرت كثير فتت بالفاشن بالبيوتي، فوت كمان اختصاصي بالموضوع نيوتريشن كيف بيساعدنا بالحياه، يعني بالسكين كير بكل شيء. مزبوط، بكل انواع اللايف ستايل بالنهايه. صح، اكيد اهم شيء. اليوم انت حضرتي لنا مجموعه من التيبس او النصائح للاعتناء بالبشره من خلال اللايف ستايل، ونحن بنعرف انه البشره يعني الاعتناء فيها هو البيسس لكل شيء، ان كان للميك اب او حتى لنكون نحن حاسين حالنا هيلثي ومبسوطين اكثر بحياتنا. مزبوط. سو خلينا نروح لاول تيب معك يا غينوا، عن شو بدك تخبرينا؟ اوكي، اول شيء حبلش نيوتريشن. الدايت تبعنا اللي نحن بنلحقه هو كثير مهم للبشره تبعنا. نعم. باي دايت بقصد يعني النظام الغذائي. اوكي، هذا النظام لازم يكون فيه اول شيء كثير فواكه وخضره لانه هن اكثر شيء فيهم فيتامينز. صحيح. اوكي. وثاني ستيب يلي هي اكيد كل الناس بتعرفها بس كثير مهمه هي المي. المي هايدريشن، وذر يوزينج كريمز ولا نشرب مي، كثير مهمه للبشره. لما نحن نعطش يعني ديجا البشره بلشت تصير دي هايدريتد، سو نحن لازم نضل نشرب قبل ما نحس بهيدي الفيز اللي هي العطش. اوكي. سو هول الشغلتين كثير مهمين. في شيء ثالث اللي هو البروبايوتكس، يلي هو بيسكلي لايف بكتيرياز ذات ار جود فور اور بودي، وهذا الشيء بنشوفه من خلال البشره تبعنا. فور اكزامبل يوغرت. صحيح، وهذا في كثير درماتولوجيست بينصحوا باستخدام البروبايوتكس كمان للبشره، بتساعد بكثير اشياء. يعني هيدا الاشياء. اوكي. سو لما نحكي نحن كمان نظام غذائي، كل شيء ان مودريت اماونتس، ما في شيء ممنوع، ما في شيء يعني اوكي انا قلت فواكه وخضره بس اكيد مش يعني كل الوقت ناكل بس فواكه وخضره. لازم يكون بالانس دايت. وهو بخصوص النيوتريشن. كمان السبار كتير مهم لانه نحن معرضين كل يوم لستريس بالحياه تبعنا، يعني وي اولويز ستريس، دائما في شيء. لما نعمل سبار منه بس شيء فيزيكال، هو كمان شيء معنوي. وي فيل بيتر وانس وي دو، خلص بنبطل ستريس، وي ستارت تو فيل بيتر. والستريس هو وين ببين؟ على السكين، سبيشلي الوجه. صحيح. يعني نحن لما نحكي عن نيوتريشن سبور او حيا لا شيء كرمال نحسن البشره، ما بس قصدنا اكني او هيك بروبلمز، كمان نحن بنلتجئ لقصص سكين ايجينج. نعم، كرمال نخفف السكين ايجينج. كمان بالنسبة يعني عم تقولي سكين ايجينج يعني على المدى الطويل، إذا بدنا نقول يعني كيف البشرة بتكبر بس ما بيبينوا عليها، إذا بدك علامات الايجينج بطريقة سريعة من وراء هيدي الأشياء، whether balanced diet ولا سبار. رح نروح هلا على تيبس جديد كمان. شو بدك تخبرينا كمان شيء غير النيوتريشن والسبار؟ اوكي، في شيء هي actually it's funny. الاكران كثير مهم، كل الناس بتعرف اكسبت مي. انا كل حياتي ما بحط اكران، بحب تو اكسبوز ماي سيلف تو سان لايت، تانينج، يسمر وجهي، اي اي لافد ات. بس من بعد ما عملت ريسيرش اكتشفت عن جد قد ايه مأذين اليو في ريز تبع الشمس. I never go out without sunscreen. It's so important. وبنصح كل بنت عن جد إذا ما بدها تحط sunscreen، يعني مثلاً بدها تحط makeup أو شيء، نتأكد إنه الفاونديشن تبعنا فيه SPF عالي كرمال يحمي السكن تبعنا، لأنه الشمس كتير بتأذي.
صحيح يعني هلا مش غلط نعيد بشرتنا للشمس from time to time بس اللايف ستايل تبعنا لازم يكون دائما الاكون ستيب يعني اساسيه بالروتين تبعنا المورنينج روتين يعني حتى لو ما في شمس بيزيكلي يعني حتى لو بالشتاء اوقات كثير ناس بتقول انه خلص اجت الشتويه ما بدي حتى اكون بس اكشلي لا انه اتس ذا سيم يعني الشمس هي زيتها بالشتويه وبالصيفيه اكيد وكمان في شغله هي البوليوشن We all know أنه في كتير pollution all around us. إذا نحنا منعرف مطرح ما عايشين أو شغلنا بيعرضنا ل specific type of pollution لازم نلتجئ ل skin care routine تحمينا. كيف؟ مثلاً ال scrubs. نضل نعمل scrubs كل شيء cleansing بنقي البشرة. For example من بعد ما نشيل الميكب تبعنا أول step نستعمل ديماكيان. أكيد. When it comes to me من بعد الديماكيان بستعمل أو نتوايانت كرمال تشيل كل شيء impurities أو residues ما قدر الديماكيان يشيلهم مثل تونيك بستعمل أو تونر كل هول الأشياء they purify the skin لأنه even though the skin is known as a barrier منا impermeable أكيد وخصوصا إذا عم نحكي pollution وخصوصا بلبنان يعني في كتير pollution هلأ بعدة مناطق مزبوط سو أنت من بعد ما تستعمل التونر شو بتستعمل من بعده؟ Let's say أنت عم بتعملي night routine. Night routine مثل ما قلت لك ديماكيان تونر برجع بحط كريم يكون hydrating cream وبنام بكون كل يكون نظفت منيح يعني كل شيء ميك اب أو whatever والكريم لأنه بالليل وقت تكون نايمة السكن it absorbs أكتر. مزبوط صحيح لانه بنهار بحط كريم برجع بيمكن بحط ميك اب عرفت برجع اي مزبوط بصير في ريزيديو يعني من عدة برودكتس على وجهك بالنهايه شو عندك بعد تيبس لنا غينوا عن هذا الموضوع اوكي بعد في تو تيبس خاصهم ببعض هن الكحول والسموكينج سموكينج هي عن جد عن جد the ultimate way to show your يعني to help age okay. يعني بيؤدي لانه البشره to age more اذا بدك او اسرع To age faster. So Anna, I would advise Anja to quit smoking. Whoever smokes, لأنه it really is very harmful. مش بس على البشرة على كل الجسم. على الصحة. أكيد. نحن هلا عم نحكي عن البشرة بس بالنهاية الأضرار التدخين يعني أكيد بتنعكس على عدة أشياء. على عدة أشياء. والألكول هو شو البروبلم تبع الألكول إنه it dehydrates the skin. Exactly. نشف الماء ونحن شو عم نحكي we need to keep it moist. We need to drink. So I wouldn't advise alcohol intake. أكيد مش ممنوع. moderate amounts بس دائما نجرب نستبدل مثلا في كتير ناس اذا عطشوا بنشرب مشروبات soft drinks او alcohol انه دائما go to water او juices حتى هيك بنكون عم ناخذ الفروتس at the same time مزبوط بنكون عم ناخذ الفيتامينز والهايدريشن والهايدريشن وين وين اكيد واكيد fresh juices عم نحكي هون مش just any juice مع البولب مش sugar yeah غينوا انت شخصيا لما انت تعتني ببشرتك شو اهم شيء لك بالنسبه لك يعني انت اعطيتيني عده tips بيمشوا على عده اشخاص انت كغينوا كلايف ستايل بلوجر كنيوتريشن ستودنت شو هو جولدن تيب تبعك للسكين كير بالروتين الخاص فيك هن تو ووتر وسان سكرين لانه كنت كثير عرض وجهي للشمس وشفت اساسا ضريت من الموضوع الاثار السلبيه للموضوع كثير وووتر لانه لما تنشف المي من الجسم بصير يبين مش بس على الوجه تعب كمان بس بصير عرفتي على البو تبعك خلص بصير تحسي انه يو نوت هيلثي اكزاكتلي اند تو بي هيلثي يو شود بي فيزيكلي وكمان انه منتلي تكوني مش ستريس تكوني مرتاحه فواي انه ولما تكون بشرتك مرتاحه بتكوني حتى نفسيا مرتاحه لما تظهري بين العالم وتكوني عم تعملي اي شيء بحياتك بالنهايه لانه الميك اب از نوت سبوست تو هايد anything انا يعني when it comes to beautify so اذا انت مش مرتاحه بيور اون سكين there's no point in like accumulating layers exactly غينوا انا بدي اشكرك كثير على وجودك معنا وعلى التيبس الكثير مفيدين اللي اعطيتينا اياهم thank you for having me thank you لك اكيد شو هي مشاريعك المستقبليه بالنسبه للبلوج الخاص فيك سينمون اند ديزي حابه اوسعه اكثر هلا بعده شوي يعني in the making حابه اكتب articles اكثر خاصهم بالنيوتريشن والبيوتي كيف انا قدرت اربطهم ببعض تجمع اليوم حكينا سكين كير كثير اختصاصك مع حبك مع الباشن مع الباشن الخاصه فيك بدي اشكرك مره على وجودك معنا لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه لاقونا نيكست ويك بحلقه جديده